اوعى تكسفني يا اسماعيل، هتبقى الجاطوعه الفصوله لو قلت لي لا. هقول لها عليا يا صالحه. ليلى تاجي تقعد عندي تتهوى وتروق. وانا ناقص يا بنت ابوي كلام وحديد؟ ده الدنيا جاتني في اعز مالي وعاكستني. ده نصيب يا ولد ابوي وقادر ربنا ينصفها. اطلب اي حاجه غير كده يا صالحه. ليه يا ابوي؟ رايحه عند غرب، ده بيت خالها وعمتها. لا، رايحه كلام الناس، رايحه للنهش، وانا في عرضك، عرض مش ناقص. بيت عمتها وخالها نهش في العرض ليه؟ مالك يا اسماعيل كلامك مش موزون. كلام مين مش موزون؟ ما تشوف جوزك مقاومين، فضلت معبي وساكت، وانا اللي ما احملش كلمه ولا حديد، وانت عارفه طبعي. جوزك جاب جابر وقعده جاره، وسكت لحد ما ركبني العار. بنتي شافت اللي ما شافتوش بنت زيها في الدنيا، ما كملتش 20 سنة، متطلقة مرتين، والناس ملهاش سيرة غيرها. عذراك يا ولد أبوي، بس أنا مش معاك في الحديد. بيتي بيتها وأنا عمتها وهمام خالها وأخوك وصاحب عمرك. جابر مين ده اللي هتحرم بيتك بيتنا عشانه؟ ده كلام ناس عاجلة برضو يا اسماعيل، ده أكبر من الكلام ده كله. سيبها تروح عند عمتها يا اسماعيل، دي هتحبها، والبت مكسورة. وأنا اللي مش مكسور؟ قاعدين تتكلموا على راحتكم كأني ما أحسش. اعمل اللي تعملوه، بس هقول لك حاجة يا صالحة، أنا مش حمل أي شيء تاني يجيني من تلا بيتي. ساعتها صبري هينفد وما أعملش حساب تاني لأي مخلوق. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت عيلة يا بنتي وربنا هيعدلها لك، وهتشوفي ايام زي اللبن. معلش يا ليلى، قادر ربك يكسف رقبة اللي واقفالك. ومين بس هيوقف له البنية؟ اسكتي، انا عارفة. صح انا عمري ما صدقت في الحاجات دي ولا تعاملت معاها، لكن منهم لله. نصيبي كده يا عمتي. اهو اقول لك قدام درتي، 100 مرة جاتني هنا عشان اعمل عمل لدرتي، اقول لهم ابدا اللي عاوزه ربنا يكون. كتر خيرك يا ام درويش. ما فيش اقوى من ربنا، هو وحده اللي قادر يزيحك من وشي. ساعتها ولا 100 عفريت يرجعوكي. يعني هي الحكايه كده، كنت عاوزاها تاجي من عند ربنا. قلت اصبر على درتي السو، يا تغور يا تجي هدايا. ايوه كده اضحكي، انا وهي كده على طول. لكن ربك موجود يا بنتي، اراد انها تفضل على قلبي وتخلف كمان، لكن عشان في ربنا انه ياخدها ما تقطعش ابدا. لا حاجه شكلكم هتحبوا بعض. حب الشبر يا بنتي، اللي ما يحبش يتفلق. لكن والله يا رحمه، زي ما شرمت ودنك هيجي اليوم اللي اخرم في عينيكي لو عرفت انك السبب فوق في حال ليلى. هو انت شرمتي ودنها؟ انت ما تعرفيش، بهدلتها. وارى يا حبيبتي يتفت لها بلاد. بونسوار شولا، كومون سافا؟ مسيو رينيه، مسيو رينيه، كلمنا عربي عشان افهمك. يا شولا، انت بتتكلم عربي وفرنساوي وتركي وطبعا ابري. عارف، بس انا عايش في وسط ناس عرب ولساني اتلوح. مهمة جديدة يا شولا ومش لحسابنا؟ مهمة مؤقتة مسيو رينيه وهرجع. والحساب مين المرة دي؟ حساب علي بيك. بس كده شغلنا هيتقتل يا شولا. كل اللي انتوا بتعوزوه انا ببعته. مهمة صغيرة لغاية الصعيد ومش هتأخر. مسيو شولا في ملابس درويش؟ برافو. عموما احنا في انتظارك، قول لي ايه اخبار مماليك؟ الغيره ماليه قلب علي بيك، والفتنه مع زمايله واستاذه على الاخر. وانت هتعمل ايه في الصعيد؟ هشوف الغدارات وصلت هناك ولا لا. سافا مسيو شولا، بس المهم ما تهربناش من خدماتك. مسيو مورو الكونسول بتاعنا في اسكندريه بيستاجل التكرير. المره دي هو عاوز تكرير مزدوج، واحد عن الصعيد برضو، والتاني نبقى نقول لك عليه لما ترجع.
بس خلي بالك الأيام بتجري يا مسيو شولا. بلغ مسيو مورو تحياتي وعتابي على بخلكم الشديد. كفاية عليك قوي كرم المماليك، وما تنساش إن إلكتنا الطيبة مع الباب الآلي تسمح بكشف هويتك وبشانك على باب من أبواب المهروسة الستة. كله عاوز يفضح شولا، وكأن العالم اجتمع على كره، مع إن شغلتي تقديم خدمات. بيان، يبقى استمر في لعب دور الخدوم يا شولا. بنوي، بس شولا إياك تتأخر. صح اللي أنا سمعته يا شيخ سلام؟ سمعت يا جاب. ليلى، ليلى بنت أختك جات عندي بيت الشيخ همام. وافرز مالك، وشك منور وسنك داحي. يعني الكلام صح؟ أيوة صح، بس الطم قعدها عند همام اللي على بعد كام قصبة، يعني بالنسبة ليك أبعد من آخر الدنيا. مش مهم. هو إيه اللي مش مهم؟ مش مهم أي حاجة في الدنيا، المهم إني حاسس إنها قريبة مني وخلاص. يا جابر، يعني أنت زي ما أنت، قلبك ده زي ما هو ما تغيرش رغم إنها اتجوزت واتطلقت. هو اللي يحب يقرأ، اللي يحب ما يقدرش غير إنه يحبه، بس يحب على طول. اليوم اللي حبي ليها ما يزيدش عن اليوم اللي قبله، أبقى ما استاهلش إن أحبها. أنا حاسس إن ربنا خلقني عشان أحبها. كل يوم أصحى الصبح وأحمد ربنا إن أنا لسه حي وأحبها، أفتح عيني على صورتها وما نامش إلا لما ياخدني التعب من التفكير فيها. أنا شجيان في حب ليها أكتر من شجى الحصاد في الشمس، وأحسد روحي عليها كأني ملك. يخرب بيت قلبك، وشك صفر وخضر كأنك هتموت. اسمعني يا شيخ سلام، أنا عايز أغني قوي. يا بوي، ليلتك ليلة يا جابر. غني يا حبيبي، ويا روحك تطلع يا روحي تطلع، اللي يحب أكتر يموت قبل التاني. نايم على الأسواق يا غطا وفرشي. هيغني فين الحزين ده؟ بعيد يا عمتي بعيد. وإيه اللي جرب البعيد؟ لو أبوك سمعه هيجيب خبرنا كلنا. يا عمتي احنا فين وابوي فين؟ نامي يا بنتي، سدي ودانك ونامي، ما انتش ناقصه وجع. ربنا يرضى عليكي ويعدلك المايل. نامي. حسه حلو قوي المكفي. صح يا عمتي حسه حلو. لا حلو ولا حاجه، ده زي غراب البين. نام. نايم على الأسواق هي الغطا وفرشي. يا طبيب المنى. اقطع النفس.
جاي تغني تحت بيتي؟ في ايه يا همام يا اخي؟ جاي تعدل صف ومزاجنا ليه؟ الليل يا اجي واطلع بيتي حسك ديه ما اسمعوش، فهم؟ فهم يا شيخ العرب. انا مش عملت لك بيت تبيت فيه، ما بتروحش ليه؟ ده صاحبي وجاي يسهر معاي، هتستكتر صاحبي علي؟ اسكت انت يا شيخ سلام، يلا لم بحالك يلا وروح، روح البيت اشوفك في النهار يلا. حاضر. منك لله يا شيخ همام، منك لله، عكرت صف ومزاجنا ليه؟ منك لله يا اخي، منك لله. ايه عاوز تكسر ايه تاني؟ عاوز تكسر راسي زي ما كسرت خاطر الراجل؟ بقول لك ايه، دماغي مش رجالك انت خالي، انت خساره يعني بذمتك يا كبير يا عاجل، مش جابر احسن من التنين اللي اتجوزتهم؟ جوزها له، مين هيرضى بيها دلوك؟ ان شاء الله تقعد كده اليوم الدين وانت ملاك الصالح. يعني ايه اكل واشرب بس زي البهيم؟ انت تسمع الكلام وخلاص وما تخليش اللي اعمله، فاهم؟ لا مش فاهم. وانت كده خلاص فين قيمتك يا سلام؟ قاعد مصاحب لي شاعر بربابة؟ عنده قلب يا اخي، وانا اللي عنده قلب احبه. وانا ما عنديش قلب يا سلام، وتسمع الكلام، جابر دي ما تقعدش معاه ابدا، ولو شفتك قاعد معاه وهيغني وبنت اختي فوق ما هتشوفش مني غير الوش العفش. يلا يلا روح نام ولا صلي ولا غني مع حالك، بلاش فضايح. فضايح